اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فارس الكوره. لا تامن غدر الريال في دوري ابطال اوروبا. احنا جامدين قوي. ريال مدريد الفريق اللي بيفكرني بالظبط بمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، الفريق اللي بيخش كل ماتش في البطولة مش مرشح ان هو يفوز، بالعكس كمان بيلعب قدام خصم صعب وبيقلب الطاولة عليه وبيفوز وبيوصل للنهائي. هل بيب جوارديولا هيجيله نوم النهارده بعد اللي شافه؟ اظن ان بيب جوارديولا هو اللي هيشيل الليله النهارده بالتغييرات اللي عملها عكس انشيلوتي. بيب جوارديولا كسبان الماتش، كسبان مجموع اللقاءين فرق هدفين، بيسحب كايل ووكر، بيسحب كيفن دي بروين، بيسحب رياض محرز، وعكس زي ما قلت لكم انشيلوتي. انشيلوتي بقى الحاجه اللي تحسب له في الماتش دوت والحاجه اللي تحسب له في البطوله عامه تغييراته اللي بيعملها. الراجل بينزل كامافينجا في وقت مناسب، بينزل رودريجو في وقت مناسب، وبالفعل لحد الدقيقة 90 لو انت مشجع لريال مدريد فانت خلاص فقدت الامل في فريقك وعارف ان فريقك خارج البطولة، ولو انت مشجع لمانشستر سيتي في الدقيقة 90 انت برضو مقتنع وخلاص ومتأكد ان فريقك في النهائي وفخور جدا من فريقك بالاداء اللي مقدمه. ولكن لا تأمن غدر الريال في دوري ابطال اوروبا. في دقيقة رودريجو بيعمل اللي ما عملهوش فينيسيوس جونيور في 90 دقيقة. فينيسيوس جونيور ان لو ريال مدريد كانت خسرت الماتش دوت كان هو اللي هيشيل الليلة على كمية الفرص المهدرة اللي هو ضيعها. رودريجو من اقل كورة بيراجل بيسجل لك. شوف كريم بنزيما عمل له الاسيست بتاع الهدف الاول ازاي. لعيب كبير، نجم كبير، تاريخ، خبرة، الجماهير، كل حاجة النهاردة في فريق ريال مدريد. بيسجل هدفين رودريجو في دقيقة 90 والدقيقة 91، وبنروح للوقت الإضافي وكريم بنزيما بيحط بلانتي وبسيناريو القاضية ممكن، وبيقضي تماما على أحلام مانشستر سيتي وعلى أمال بيب جوارديولا. بركاتك يا محمد يا صلاح. امبارح محمد صلاح صرح بعد ماتش فيا ريال وقال أنا عايز أواجه ريال مدريد في النهائي. ريال مدريد اللي خسروا ليفربول نهائي 2018، محمد صلاح بيتمنى إن هو يلعبهم في نهائي 22. وبالفعل محمد صلاح امنيته بتتحقق وبيلاعب ريال مدريد على مستوى ال 120 دقيقة. 120 دقيقة اعصاب متوترة، 120 دقيقة اعصاب مشدودة، قل التركيز جامد جدا عند لعيبة مانشستر سيتي خصوصا بعد تسجيل الهدفين فيهم في دقيقة واحدة. خلاص لعيبة مانشستر سيتي اتكسروا بمعنى الكلمة. بيب جوارديولا بقى عاجز تماما، بقى يتيم مش عارف يعمل ايه، ما عندوش اي حلول من عند الدكة ينزلهم. مفيش بس غير مين، رحيم ستيرلينج هو اللي نزله، ما عملش اي حاجة. خلاص حس بالتوتر، حس بالضغط، عرف ان هو غلطان، عرف ان هو اتفلسف زيادة عن اللزوم. لان بيب جوارديولا عكس يورجن كلوب، جوارديولا ما بيسمعش للجماهير، انما كلوب بيسمع للجماهير. بيب جوارديولا كل ماتش بيتفلسف، كل بطولة مهمة لازم يتفلسف فيها. فانت النهاردة سواء مانشستر سيتي سواء باريس سان جيرمان، انتوا الاثنين مهما عملتوا ومهما صرفتوا ومهما بقى معاكوا نجوم العالم كلها برضو مش هتاخدوا البطولة ديت، لان البطولة ديت عايزة لعب نظيف، البطولة ديت عايزة فريق عنده تاريخ، عايزة فريق عنده شخصية، عايزة فريق عنده خبرة. فالبطولة ديت بالفعل هنشوف نهائي ملحمي ما بين ريال مدريد وليفربول، النهائي اللي انا كنت بتمنى اشوفه من 2018 من ساعة ما محمد صلاح اتصف كتفه وطلع. فانت النهاردة اتفرجنا على دراما كروية، اتفرجنا على إثارة، اتفرجنا على متعة، كل حاجة عايز تشوفها شوفها النهاردة في الماتش بتاع النهاردة دوت. ماتش للتاريخ. الماتش دوت كمان 8 سنين ولا 9 سنين هنرجع نتفرج عليه، وهتلاقي تحت العنوان بقى كده مباراة من الذاكرة. فانت النهاردة ريال مدريد بيفوق كل التوقعات، الفريق اللي لحد الدقيقة 90 كان خارج البطولة وبيقلب الطاولة على مانشستر سيتي. وخلي بالك صعب جدا، صعب جدا ان انت تعمل ريمونتادا على مانشستر سيتي. فانت النهاردة لازم ترفع القبعة لكل لعيبة ريال مدريد، وحتى لو خسروا النهائي ما تعبهمش في حاجة، ما تغلطهمش في حاجة، كتر خيرهم بمعنى الكلمة. كارلو أنشيلوتي المدرب اللي أخذ الدوري الأسباني الموسم دوت، وصل نهائي تشامبيونز ليج ومعاه فرقة برضو مع احترامنا ريال مدريد فرقة
كسر. مش ده ريال مدريد، او مش ده مثلا الجيل بتاع ريال مدريد اللي احنا متعودين عليه في كل اجيال ريال مدريد. فانت النهارده اللعيبه ديت لازم تحييها. النهارده مش هتكلم في تكتيك، مش هتكلم في تحليل، الهستيريا والفرحه والاثاره زي ما قلت لكم ما تخلكش مركز ان انت تتكلم في تحليل وفي تكتيك. هنبقى نعمل فيديو تاني ان شاء الله نتكلم بالظبط كده في التحليل والتكتيك بالظبط. فانت النهارده لو انت مشجع لريال مدريد اعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو دوت لاعلى عدد من اللايكات. اما لو انت مشجع لمانشستر سيتي تعمل لايك برضو، لان اللي وداك في داهيه مش لعيبتك مش فرقتك، اللي وداك في داهيه هو المدرب بتاعك بيب جوارديولا. ختاما ده كان رد فعل سريع على مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي في نص نهائي دوري الابطال. كان معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره، ونشوفكم في حلقه جديده.